النهارده الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره كانوا في جوله امبارح مهمه في فرع النادي في التجمع للوقوف على اخر الترتيبات اللي تمت، الفرش والتشجير وكل الترتيبات اللازمه قبل الاحتفال بافتتاح هذا الفرع اللي بيمثل اضافه عملاقه ونقله نوعيه كبيره في المنشات الرياضيه وامكاناتها. مستوى عالي من الفخامه كنت من يومين في هنا في فرع الشيخ زايد ولقيت حركه جامده جدا ودؤوبه. الناس رايحه بتشيل شماسي بتشيل كراسي، اتضح ان احنا مخزنين جزء كبير من الفرش بتاع الجنينه خصوصا بتاع التجمع في الشيخ زايد وتحول كله على هناك. وده بيقول لك ان الناس مجهزه من بدري. ايوه مش لسه هتبتدي تتنبه الى فرش يعني انت خلال اسبوع ممكن تلاقي منظر تاني خالص. طب دوله تفقديه. كابتن الخطيب والمهندس خالد مرتجي والمهندس سامح علي كامل والدكتور سعد شلبي وطبعا القائمين على العمل في الفرع. يعني الحقيقه كل الناس بذلت جهد كبير جدا جدا جدا، والذكاء النادي الاهلي اختصر بيه المسافات وعبر بيه كثير من الاجراءات الروتينيه باسناد الامر الى الهيئه الهندسيه. ضمن حاجتين، الكواليتي والكفاءه والتوقيت، وان لا هو انت جاي هتثق في مين اكتر من كده يعني. فالدنيا ماشيه حلوه قوي، وادي احنا شايفينهم وهم عمليه الملاحظات والتسليم يعني بتتم حتى يعني بأدق التفاصيل في الأرض أو في السقف أو في الحوايط أو في الإضاءة، جامع أنيق ومريح، مسجد يليق بهذا الفرع ويليق بالأهلي والأهلوية. بعد كده المباني اللي هنتفقدها تباعاً يعني ادي الشماسه اهي اتفردت، لسه بقول لك ايه الكراسي والشماسه اتفردت اهي، جزء منها كبير اتفرد واتفرش بالفعل يعني. حاجه كويسه انك بتسبق تملي الاحداث. وبتستعد عشان ما فيش تفصيله تفاجئك. شوف جنينه الاطفال وجمالها ويعني كفاءتها وتعددية الألعاب فيها، ملاهي صغيرة يعني تجمع بين الترفيه. 55 فدان التجمع مش كده؟ التجمع حاجة وخمسين يعني تقدر تقول 55 دي مرحلة أولى ومرحلة الحقيقة مهمة جدا يعني. الناس هو طبعا انت خلي بالك اللي خلاك قدرت تكسب وقت كبير انك الحته اللي كانت فيها تعدي وتجريف جامد جدا للتربه اللي كانت محفوره قدرت تغيرها يعني تنجح في انك تعلحل وتنقل المكان الى ارض اكثر سهوله في التعامل معاها يعني. ولا كنت دخلت في ما يزيد عن 150 مليون جنيه بس احلال تربه، كان زمانك لسه بتردم. فطبعا برضو ده توفيق من عند الله، وفي نفس الوقت اتصالات وعنايه بالتفاصيل، انك انت تبقى كاداره واخد بالك وبتتحرك وبسرعه وفي استجابه مشكوره جدا من الدوله من الدوله والمسؤولين بجد يعني. هذه الملاعب شكلها حلو، ملاعب جهزت بسرعه كويس قوي يعني، الناس هتخش تمارس حياتها على طول. والاضاءه الكاشفه كمان المهندس محمد سراج مهندس سامح بيشرح لهم بقى، ما هو ابو العروسه سامح هو طبعا مهندس المشروعات الكبيره، والكابتن خطيب يدوب يعني ساعات بعد تطوير الكوادر يعني. سامح علي كامل ده لعيب فولي في الاهلي ومنتخب مصر دخل كليه الهندسه، تلقف المهندس هشام سعيد لما لقاه عنده نبوغ في الحته دي وعينه في اللجنه الهندسيه وبعدين مسكه الاداره الهندسيه اثبت وجوده تماما. بعد فتره مع المهندس محمود طاهر لحد ما جه الكابتن خطيب تذكره واستدعاه عشان
يتسلم التحدي الكبير ده. اها. فهو كان على قدر المسؤوليه الحقيقه. الحقيقه يعني صديقك الاستاذ طارق قنديل. ايوه. كل اعضاء مجلس اداره قدره الاهلي، قدره الاهلي انه يشتغل على كل المقرات يعني كل حاجه يعني هدي ده الجميل يعني عجله العمل شغاله في كل المقرات في التطوير. لما لما تروح تشوف الشيخ زايد يعني هنفاجئ ان البوابه الجديده بتتفتح. ده على بيتك انت. لا البوابه اللي على بيتي لسه شويه لان في يعني جبال من الرمل عايزه تنزل تتفرش. لا البوابه اللي ناحيه بوابه الطريق الصحراء دي مهمه قوي، دي مهمه جدا دي اللي هتشيل عبء بالباركينج بتاعها عند هتحل مشكله الباركينج بتاعت او ركن السيارات داخل النادي بتاعت الشيخ زايد تماما. ايوه هتبقى اضافه قويه جدا. اللي قدام بيتي بقى لما هيعمل لك نفق انت. هيعمل لي نفق دي لما تتفتح. هتيجي بقى عند الصالات المغطاه والجمباز والمش عارف ايه، وهتشيل برضو جزء كبير جدا لان البوابه الثالثه دي هتبقى معنيه بالرياضات. اللي عايز يلعب رياضه بيخش من هنا. فتخطيط ذكي. أيه. على اسوار النادي كل الانشطه وبوابات متمركزه بعنايه. بخلاف بقى طبعا البوابات اللي على الطريق والبوابه الخلفيه خالص، دول بتوع الاستاد والمنطقه اللي هتتعمر بعد كده المدينه الرياضيه. ده انت بتتكلم في بص يعني ده الشيخ زايد. انت بتفتتح فرع جديد بالكامل، عملت فيه هذه النقله الكبيره في مستوى الفخامه في الانشاءات، وانت مستمر في تطوير الشيخ زايد واستكمال المرافق بتاعته، وشغال في مدينه نصر تطوير مستمر. يعني بالكامل بينتهي. ده مبنى الاجتماعي. ده الكلوب هاوس على مستوى برضو عالي من ده. حاجه حلوه تخليك تفرح والله العظيم، بتخليك تقول يعني هو الاهلي ما بيقبلش ليه يكون نمر اتنين في اي حاجه. عشان باصص لبعيد. واهدافه بعيده. ايوه. فلما بيحقق بنسبه 98% بيبقى سابق غيره بحوالي 30-40% كمان. فشيء يطمنك على النادي الاهلي ومستقبله باذن الله.